محاولة، ما هو ما فيش حل، لأن مجلس التعاون الخليجي في حالة شلل، وكان منتظرا قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة أن يعقد مؤتمر الوزراء الخارجية، لم يعقد، كان منتظر أن يعقد القمة، اتأجلت إلى شهر نوفمبر أو ديسمبر، هل ستعقد أم لا تعقد؟ لأن في هنا يبقى أنا يعني حدثت أو حدث انقسام وشرخ عميق على مستويين، مستوى العالم العربي ومستوى مجلس التعاون الخليجي اللي كنا دايما بننظر إليه على أنه هو في مشاغبات، في خلافات، ما كانش على وفاق دائم، يعني احنا عندنا في دايما في يعني مفارقات في المواقف ما بين عمان وبين الدول الأخرى في علاقتها مع إيران، ما بين قطر اللي زي ما ذكر الفيلم ان المال بيغري بالقيام بدور، المال بيغري بالتغريد خارج السرب. فهنا يعني الوساطة الكويتية في رأيي ان لابد ان نعطيها فرصه، لان هذا الموقف استمراره بيضر بالجميع. طيب. واحنا شفنا يعني في اليونسكو على سبيل المثال فوز الفرنسيه بفضل الخلافات العربيه، يعني تخيل كده، مجرد نتخيل سيناريو لو ان هناك مرشحا عربيا واحدا والدول العربيه متفقه عليه من خلال الجامعة الدول العربيه، كانت الصوره هتختلف تماما 180 درجه. ولكن يعني ده مش ذنب مصر ولا ذنب الدول العربيه، ما بنقولش ذنب حد، احنا ما بنحملش حد المسؤوليه. مصر عملت مجهود، قدمت مرشحه متميزه، كان لها قبول متميز في اليونسكو، ايضا اللجنه اللي معاها قامت بدور، ولكن العالم كله قال لك طب انتم مقدمين اربع مرشحين، انسحب واحد بقى ثلاثه، طيب انتوا عاوزين مين فيهم يمثلكم؟ فهنا يعني اقصد اقول ايه؟